ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياك الله. جدل كبير في الشارع العراقي بعد خطب الجمعة من مرجعية النجف اليوم، إجمالا كيف ترى هذه الخطب؟ هذه الخطبة حقيقة جاءت لتضع إصرار المرجعية على بقاء الأحزاب الفاسدة التي تولدت منها الحكومة والبرلمان وما يجري في العراق من نهب كبير لمقدرات العراق الاقتصادية وضياع سيادته، وهو عكس ما يطالب به المتظاهرون من إزالة هؤلاء الفاسدين. وبالتالي المرجعية حملت التظاهرات ما يجري دون أن تكترث إلى تحميل الحكومة من قتل وسفك الدماء، فهي حتى لفظ الشهداء لم توصف به قتل المتظاهرين، ولم تدعو للشهداء بالشفاء، ولم تقل أنه ينبغي أن يعالج الجرحى من إصاباتهم. وبالتالي هي تماهت مع خطاب الحكومة التي سبقها بيومين، وكأنما هي تبعية للحكومة أو تريد بقاء الحكومة لأن هناك منافع متبادلة فيما بينها. ولذلك عزى المتظاهرون إلى أن هذا الخطاب هو خطاب لكسب الوقت والعزف على رهان الوقت للشباب المنتفض، وهذا حقيقة سيكون بمثابة الخسارة الواضحة لكل المراهنين سواء من أحزاب السلطة أو من إيران التي توجه في قمع المتظاهرين أو من المرجعية التي تعتبر أن الوقت سيكون عاملا. طيب ألا ترى أن يعني أستاذ عبد القادر، يعني ألا ترى أن خطاب المرجعية اليوم في خطبة الجمعة يعني انفصالا كاملا عن الواقع العراقي ونبضه ورغبته في دولة حرة يعني ذات قرار سيادي حر؟ وهو انفصال ليس فقط عن الواقع بل عن الشرع الذي تدعي أنها تمثله، ولذلك هذا الانفصال جاء في طريقين، انفصال عن الجماهير وانفصال عن الشرع رغبة للمصالح الخاصة. وإلا ما الذي لم يدعو إلى أن يكون خطيب ممثل المرجعية الكربلائي في كربلاء أن يدين حرق الخيام التي هي مقربة عنه احترقت فجر هذا اليوم؟ وبالتالي لماذا لم يستنكر القتل الذي كان مروعا والجرح الذين سقطوا في البصرة؟ حتى المجرم رشيد فليح الذي قتل الناس خرج ليقول أن هناك مجهولين ممن قتلوا ليتنصل عن هذه الجريمة. طيب، صحيفة نيويورك تايمز أستاذ عبد القادر تقول أن أسطورة الطائفية في العراق مزقت في هذه الانتفاضة، يعني إلى أي مدى ترى أن الشارع الذي نبذ الطائفية يجد ضالته في خطاب رجالات الدين؟ من المؤكد تماما هم لا يأبهون لهكذا خطابات ولا يعتمدون عليها بالتغيير. وإذا نعيد للذاكرة فإن أول من خرجوا كانت هناك حقيقة كلاما واضحا ضد التظاهرات من قبل المرجعية في الخطب الأولى لها، إذا ما رجعنا إلى الذاكرة. لذلك المتظاهرون مصممون والشباب مصممون على كسر الطائفية وكسر هكذا عملية سياسية وأحزابها، وبالتالي هذا التصميم حقيقة جعلهم اليوم يتوافدون بأعداد كبيرة إلى بغداد، والآن ساحة التحرير في منتصف الليل يتوافد عليها عشرات الآلاف حقيقة، ولم يستطيعوا الحد من عملية خروج الناس من خلال قطع الأنترنت والتنكيل بالمعتصمين. وبالتالي ما يحدث الآن في كربلاء من حصار لمبنى مجلس المحافظة وفي البصرة من خروج كبير للتظاهرات ردا على الجريمة النكراء، مع أنهم يحافظون على سلميتهم، إلا دليل على التصميم الذي لن يتراجعوا إليه، وفاء لدماء الشهداء وفاء للجرحى والثبات المطلق على النظام، على إسقاط البرلمان، على تجميد الدستور، على حكومة إنقاذ. هذه كلها حقيقة ثبات وإصرار كبير ستتكسر على صخرة صمودهم كل مشاريع المرجعية وخطابها أو الحكومة ومشاريعها. ولذلك رأيتم حقيقة الحملة العراقية التي فضحت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كل هذا حقيقة يجري على أن هناك وعيا كبيرا للشباب والمتظاهرين. الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.